لكن الحلول الهجومية عندنا شوية على الدكة مش كتير، في مظبوط. ملعب كتير لكن على الدكة مش كتير، هل ممكن يستعين فريرا بفريق الأمل؟ دلوقتي صعب في الوقت الراهن ده وفي المباراه اللي جايه دي. هو معاه نيمار بس، مع نيمار ونيمار سعيد. ونيمار انا شايف ان هو ما بيشتغل بصراحه، حتى لما نزل امبارح اتحرك يعني، والمباراه يعني المباراتين اللي قبل كده برضو اشتغل بشكل كويس. لكم في عونه، لكم في عونه في السن في التوقيت ده في في مباراه الضغط بدا فيها الجماهيري، عمل بدا كان عامل كان عامل جيم كويس كان يعني، بدأ مكان بن فاركو شرقي. تقريبا مباراه فاركو كان من افضل لعيبه في الملعب، فهو برضو ورقه معايا موجوده يعني. ربما هل ناقص ممكن؟ مثلا مكان مثلا طارق حامد، ممكن نشوف ماجد هاني مثلا الماتش الجاي. لا صعب 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 جدا يعني. هو بدأ بيه قبل كده فيريرا ولعب معاه واشتغل معاه ولعب مع على فكرة أنا كارتيرون. بطرح أفكار، إحنا بنفكر بمستوى ما عالي. انا بتكلم يعني اما اكون انا ماشي كويس وكسبان وفارق دي بتفرق. اشتغل وممكن العب واحد واثنين، لكن دلوقتي انا خارج من مباراة صعبة جدا والامور صعبة، فما ينفعش اروح العب مع فريق بحجم فريق طلع الجيش وفريق هي يعني المباراة إن شاء الله بإذن الله الزمالك يكسب إن شاء الله، إن شاء الله. نتمنى فوز الزمالك، لكن هتبقى مباراة صعبة، مباراة مش سهلة، فما جازفش بحط بلاعب ناشئ دلوقتي وممكن أنا أحرقه بلغة الكورة، واللعيب اللي يبقى مشدود والدنيا اللعيب الكبير يبقى نازل مشدود وخايف، فما بالك بلعيب لسه داخل. فلا أنا شايف إن هو في الحتة دي هيشتغل بإمام عاشور وروق، هم دول الموجودين يعني. إحنا لأن الزمالك محتاج السنة الجاية محتاج حد في المكان ده، محتاج حد مع طارق حامد، محتاج حد مع امام عاشور لو رؤى كمل الموسم الجديد يعني. بتكلم ان الزمالك محتاج لعيب رقم ستة ضروري جدا 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 مع ثمانية كمان، ما هو ستة وثمانية وعشرة واثنين فراوده، ومحتاج باك رايت، ومحتاج مساج. الزمالك عايز حوالي سبع او ثمان لعيبه السنه الجايه، ثمانية سبع او ثمان لعيبه لازم، ممكن كمان حارس مرمى جنش يبقى موجود لو في حد. لما كده كده المعارين بتوعنا تمام، يعني الاعراب بتاعتنا مفيش فيها مشكله، احنا بنتكلم على تدعيمات 8 تدعيمات لعيبه. 8 لعيبه، الزمالك محتاج 8 لعيبه السنه الجايه. انت قائمتك 30 لاعب، لما اجيب 8 لعيبه او 10 لعيبه مش كتير، انا اجيب 10 لعيبه ايه وما اجيبش يعني 8 اتنين كمان. خط نص، عايز اتنين، خلي بالك انت محتاج 2 لعيبه كمان مركز 6، ومحتاج 2 6 2 6 ولا 1 6 1 8؟ 2 6 1 8، يعني عايز 3 في خط النص. 3 في خط النص اللي هو في القلب، 2 6 1 ماشي. 8، وهحتاج ومحتاج كمان مساك يبقى ده 4 لعيبه، ومحتاج باك رايت مساك مع الونش وعلاء وعبد الغني وعبد الغني، يبقى مساك يبقى دي كده 4، 4 لعيبه، يبقى 3 لعيبه في نص الملعب، واحد ومحتاج في خط ومساك الدفاع. 4، ومحتاج باك رايت 5، ومحتاج حارس مرمى هيحصل بقى بيع اعاره تشتري. الحراس بتوعنا فيه اعراض في اعاره عندك فتمام. محمد صبحي لو رجع كمان هيبقى يعني كويس، الحراس ممكن في امان، عندك ابو جبل وعواد لو في برضه جنش لو قدرنا نجيبه، انا شايف ان جنش جول كويس، كلهم كويسين كلهم صراحة. كويسين. انا بتكلم ان انت لا لا انا قصدي على اللعيبه اللي الزمالك محتاج يجيبها، هيبقى مش فيه اعراض. هيبقى فيه حارس مرمى، هيبقى فيه حارس مرمى نشتريه؟ ممكن مش نشتريه موجود يعني. لا، ما هو الاعراب بتاعتنا راجعه، ما في عمر كمال عبد ما هو الواحد ده وفي هيدخل شبانه. انا ماشي قصدي حلو جميل، يبقى عمر جمال عبد الواحد، يبقى انا كده عشان كده كنت بقول لك خط مش الفوارض هحتاج، يشيل، يبقى ما في مش شبانه، يبقى انا عمر عبد الواحد مش هحتاج بكره خلاص، يبقى عمر عبد الواحد موجود، ما انا قصدي لعيب جديد وفي هيبقى شبانه، هيجي مساك. شبانه ماشي. هل شبانه بالنسبه لنا كنادي الزمالك هل هيقدر ابو شبانه ان هو لعيب يبقى كويس، لعيب كويس، ماشي يعني؟ لعيب انا كويس. ماشي، يبقى يعني الاسماء دي ان يبقى كده العدد بيقل بالنسبه لنا. بالظبط. عمر عبد الواحد باك رايت موجود، جميل جدا، هتعامله كباك رايت. طبعا كباك رايت، وباك ماشي. رايت لعيب كويس ومهم جدا وماشي كويس مع منتخب مصر اوكي. وشغال بشكل كويس في الدوري الممتاز. هيبقى ده كده انت محتاج ثلاثة بس في نص الملعب. هتحتاج حتى ثلاثة، الآن. محتاج انت عندك في لعيبه كويسه ممكن نجيبها عند لو مهند لاشين ده قدرنا نخلصه زي ما قال ان هو خلاص يعني بنسبه كبيره، نتمنى مهند لاشين موجود كويس جدا، نبيل دونجا، عماد دونجا، في بيراميدز، أسماء كتير. في لعيبه كويسه في المكان ده. في كمان عمرو السيسي لاعب الجيش ده لعيب كويس، عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش ده لعيب كويس طب جدا. خط النص، ده في وسط طب في ملعب. الجزء الهجومي، الجزء الهجومي عندك زي ما قلت انا بالنسبه لي جون اوبوكا اتمنى يكون موجود كراجل مهاجم، عندك احمد عاطف فيوتشر مهاجم كويس جدا، وفي كمان مهاجم الاتحاد السكندري، لكن انا بالنسبه لي جون ابوكا ده رقم واحد يعني، جون ابوكا ده رقم واحد.